خبر راح أقرأه بلا تعليق، خبر راح أقرأه بلا تعليق، لا أنا حعلق ليش ولا الضيوف الكرام يعلقون، هو كذا معلق نفسه بنفسه. تعرف الخبر يقولك معلق بنفسه، هو جاي خبر كذا نازل متعلق الوحدة. ركزوا معنا في الخبر، اليوم نازل في صحيفة الوطن مع الزميل عبد الرحمن زين في الوطن أونلاين. جاهزين؟ جاهزين. بسبب نيله جائزة أفضل لاعب على مستوى التعليم للمرحلة المتوسطة في المغرب، تضمنت قائمة المنتخب المغربي تحت 15 عاما اسم اللاعب فهد الأسمري، وهو ابن العداء الدولي السابق والمدرب الحالي لمنتخب البحرين سعد شداد. ورغم توجهه إلى رياضة كرة القدم مفضلا عدم السير على خطى والده، يقدم الأسمري نفسه كإحدى المواهب المميزة إلى جانب شقيقه فيصل، وينتظرهما مستقبل مشرق بعد تدرجهما في مدرسة الفتح الرباطي التي التحقا بها قبل 5 سنوات. ويعد فهد من أبرز النجوم الصاعدين، وحقق عددا من الجوائز واختير من أفضل اللاعبين لمواليد 2002، وكان بإمكانه وشقيقه الالتحاق بأي فريق سعودي، إلا أن تواجدهما حاليا مع والدتهما المغربية أعاق ذلك. هذا الخبر بحسب صحيفة الوطن.